Bonjour, aujourd'hui on va faire calcul des exercices sur le chapitre 17, comparaison de fractions. On a le numéro 2, il nous dit quel est le plus grand, yani min l'akbar. Awal wahde, les 3 sur 8 du nombre 24 ou les 5 sur 8 du nombre 24. Yani, on a pris بهيداك الدرس 3 sur 8 du nombre 24 معناها 3 sur 8 fois 24 عندكم les 5 sur 8 du nombre 24 يعني 5 sur 8 fois 24 هون يا شاطرين بتقارنوا انتو عندكم هون 24 24 مثل بعض فانتو بتهتموا بالفراكسيون عندنا 3 sur 8 وعندنا هون 5 sur 8 من اكبر هون 8 8 3 هوني 5 بس 5 هي أكبر من هو البلي جران معناتها البلي جران هي لي 5 سور 8 دو نومبر 24 هوني لي 1 سور كار دو لير يعني 1 كار دو لير ربع الساعة أو لي 1 تيار دو لير هي بنقراها 1 سور 3 أو 1 تيار طيب اثنيناتهم دو لير نفس الشيء ولكن 1 عندكم هوني 4 أكبر من 3 بس لأنها تحت كل ما كبر الدنومناتير بيصغر الفراكسيون عندكم لي 2 سور 4 دولار أو لي 3 سور 4 دولار اثنيناتهم دولار عندكم 2 سور 4 و 3 سور 4 إذا كانوا نفس الشيء 4 4 فالصغير فوق بيكون هو الأصغر والكبير هو الأكبر يعني 3 سور 4 أكبر من 2 سور 4 طيب اخر واحدة هي لو 2 sur 5 دي نمبر 30 و لي 2 sur 6 دي نمبر 30 نينيتون 30 نفس الشيء ولكن هوني 2 sur 5 و هوني 2 sur 6 قلنا هوني 2 5 هي اصغر من 6 ولكن لان بالدنوميناتور يعني هي الاكبر طيب بالنمرو 3 كمان نفس الشيء هوني كومبار يعني بدنا نقارن عندنا 1 سور 2 و 1 سور 3 فقلنا هون نفس الشيء بالنمرتير 1 2 هي اصغر من 3 بس لانها تحت فبتصير اكبر نفس الشيء هون 8 مزبوط انه 8 اكبر من 6 ولكن تحت بتصير اصغر 1 سور 3 و 1 سور 4 كمان نفس الشيء عندكم 1 عندنا 3 اصغر من 4 ولكن لانها موجوده بالدنومينتير بتصير اكبر 1 سور 6 و 1 سور 12 كمان 1 سور 6 اكبر هون عندكم 3 3 نفس الشيء ميم نوميراتور ان 5 اكبر من 4 موجوده بالدنوميناتور صارت اصغر ان كل ما صغر الرقم بالدنوميناتور بيكبر الفراكسيون يعني كل ما كبر الرقم بالدنوميناتور بيصغر الفراكسيون نفس الشيء هون عندكم 2 هون 2 9 اكبر من 7 موجوده بالدنوميناتور يعني اصغر 7 7 8 اصغر من 10 ولكن موجود بالدنوميناتور يعني اكبر وهيك ممكن خلصنا النيميرو 2 والنيميرو